شوفي انا راح احتاج طبقه الكريسبي 250 جرام بسكوت ومعهم 100 جرام زبده، ولطبقه الموس 250 جرام شوكولاته تودي و2 كوب ونص كريمه الخفاء ومعلقه كبيره جيلاتين. في اقل من هيك مقادير لشوكليت موس رح يطلع خرافي هلا بس نخلصه. هلا بدنا ندوق كله على الذوق ببين. اسمعوا انا بتعرفوا الاختبار اللي بيعملوا لي اياه هون بالاستوديو، رح اصوركم اياه على سنابه وتشوفوا انا عم بصور عم بدوقوا عشان يحكوا لي ايش رايهم. شوفي ايش بحب في هذا، هون انه بكسره وهو بالباكيت. اوكي لانه بيجي زي مفصل من جوا يعني مقسم. طبعا انا مستخدم الدارك شوكليت من 2 كوب كريمه ونص اللي انا استخدمتهم، حطيت كوب فوق حمام مائي، وهلا بقول لهم ايش الفكره بالحمام المائي، وراح احط فوقيه الشوكليت الدارك. انت هون مستعمله الدارك شوكليت الغامقه اللي فيها طبعا فوائد كثير اكثر من الميلك شوكليت. ايش بتعرفي عن فوائدها؟ الدارك شوكليت بكفي انها بتحسن المود. هلا هي في لها كثير فوائد، انتي اوكسيدنت، وعم بيستعملوها وعم بيعتبروها من السوبر فودز اللي هلا كثير منتشره بالبلدان. بتحسن الكوليسترول، فيها انتي اوكسيدنت، كثير منيحه الدارك شوكليت للدماغ كمان بقولوا لك. بتنشط الخلايا الدماغ. يس. صحيح. يس. وفيها فوائد كثير اكثر لانه طبعا السكر تبعها اقل، وفيها نسبه الكوكو كثير اعلى، وخصوصا نقوا دائما الشوكليت الدارك اللي فيها 70% كوكو. فالشوكليت الدارك تبعت توداي كثير زاكيه برضه، واصلا الشوكليت موس هي كلها معتمده على نوع الشوكليت. مظبوط. فاستعملوا الشوكليت هاي رح تدوق قد ايه زاكيه. شوفي قد ايه بسرعه بلشت تدوب. وانا كثير مياله للدارك شوكليت بالحلويات، بحب بعرف كثير ناس بيحبوا الميلك شوكليت، في ناس بيحبوا الدارك شوكليت حسب ايش هم بيحبوا طعمه الحلاوه. صح. في ناس بتعتقد انه الدارك شوكليت مثلا شوي انه فيها مرار وكذا، بس لا، هي معلومه غلط. انا بحب استخدمها بكل الحلو، بتعطيها نكهه مميزه بتضلها عالقه بتمك. فبوصفه الموس دائما استخدموا دارك شوكليت، بتعطيكم لون احلى واغنى هيك طعمه اتسم. بالضبط، تحسيها طعمه اتسم. صح. مزبوط. انا بس رح نضل نحرك الكريمه. على حمام مائي. احكي لهم كيف احسن طريقه ندوب فيها الشوكولاته لما نعمل حمام مائي. طبعا افضل طريقه في انه ندوب الشوكولاته تكون على حمام مائي، مو بالمايكروويف ولا على حراره مباشره. اوكي، انا بحط المي، ولازم المي عندنا هون غلط، بس مو لازم تغلي، يفضل انه المي تكون على حراره 50. اوكي، حراره 50 عشان ما تكون حراره مباشره للشوكولاته، فبترفع الحراره بعدين بترجع تتنشف. انا دائما بقولوا لي اياها. بتنشف دائما. طيب بدي اقول لهم كيف نقدر نستخدم الجيلاتين بهاي الوصفه. هلا الجيلاتين كثير ناس ما بتعرف تستعمله. شوفي هذا جيلاتين باودر موجود في كل السوبر ماركت. مزبوط. فكرته كيف تستخدموه، انا خليني اجيب غلايه، بحطه بغلايه بس اصغر من هاي شوي كبيره. اوكي. بحط معلقه وبحط فيها مي بارده او من الحنفيه. أوكي. تمام، وبتركهم تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق لا تتفتح الحبات. شوفي هلا هيك المي عليهم، بس بعد شوي رح يصيروا هيك. اشوف. شوفي انا طبعا انا لازم اشوف، مش المشاهد. خلينا نورجيهم اياها. اوكي، هيها نشوفها مع بعض. اوكي، هيك بيصيروا زي مكبتلين. بالضبط. هلا ايش رح اعمل؟ رح اخذهم زي ما هن واحطهم على النار بعد 10 دقائق لا يرجعوا يسيحوا. تقريبا انا هون الشوكولاته شبه جاهزه، بس بدها احركها. عم بكون شوي حذره لانه الصحن شوي صغير سخن كمان. بالضبط. اوكي، هلا قلتي لنا الجيلاتين بنحط نقطه مي. اوكي، وبنتركها 10 دقائق. لا لا لا، لكل نقطة. معلقه بنحتاج معلقتين لثلاثه. اوكي، مو نقطة. ما علي انا. طيب اذا كل معلقه جيلاتين بدها معلقتين ونص او معلقتين مي. صح. صح. شوفي كيف دابت بسرعه. طلعي لون اللمعه اللي فيها الشوكولاته شو بجنن. طلعي اللمعه اللي بتاخديها بالاخر بالحلو، طلعي ما غلبتني، ما اخذت وقت. صح. وساحت على السريع. وصفتنا اليوم يعني انا حابه فيها انه كثير مقاديرها قليله. خليني اتاكد انه كل شيء داب. شوفوا. شوفي كيف هلا
تقريبا. طلعي هي اورجيهم على الكاميرا. صح صار رجع مي، رجع سائل. اوكي تمام هلا كاميرا فور. ايوه رجع سائل. وهيك خلصنا كمان الشوكولاته تقريبا هي كلياتها ساحت زي ما انا بدي بالضبط. خلينا نقيم هذا، نقيم المي. تقريبا شبه خلصنا وصفتنا، يعني تخيلي قد ايه سهله. هلا بعد ما ساحت واتاكد انه كل شيء فيها داب زي ما احنا بدنا، كل اللي راح اعمله اجيب الجيلاتين. طلعي كيف هلا بس احطه راح يشوفه رجع سائل زي كانه مي. هذا عشان يعمل الجيلاتين المفعول، يعني المفعول المفروض انه يعطي تماسك للحلو اللي راح اعمله. اوكي انا ليه عملت هاي قبل؟ بدي اياها شوي تبرد للشوكليت اللي استخدمناها قبل ما اخفق الكريمه. اوكي انه تقريبا شبه خلصت انا، خليني اخفقها. طبعا لما تبلش تتماسك الكريمه بدي ابلش اضيف عليها الشوكليت. هلا بالبيت خلوها شوي لتصير بحراره الغرفه، يعني ما تستخدموها دايركت زي ما انا اعمل عشان تعطيكم قوام متماسك اكثر. اوكي بعدين راح استخدمها بالقالب المتحرك زي ما انا هيك عامله، وعامله طبقه الكريسبي اللي عملتها قبل بحلقه التشيز كيك. يعني ارجعوا انتم للحلقه لليوتيوب راح تلاقوها موجوده كيف نعملها. طب قولي لنا كيف عملتيها. حطيت 250 جرام بسكوت مع 100 جرام زبده وفردتهم. تبعت التشيز كيك يعني وصفت البسكوت تبع التشيز كيك بالضبط. وهلا ايش رح تحطي لنا؟ ممكن تبعني استخدموا كيكه، انا مثلا كان عندي كيكه بالوصفه اللي عملتها قبل وراح استخدمتها فيها. بس طلعي كيف هلا راح احط الشوكولاته. انك تحطي البيس بدل بسكوت يكون كيك بالضبط. طلعي هاللون، طلعي هاللمعه، يعني انا بموت على هاي اللمعه. مش كل انواع الشوكولاته بتعطيكي هذا يعني اللون وهذا المنظر والنكهه اللي انت بدك اياها. شايفه ليه انا قلت لهم يستخدموا الدار؟ والله سهله كثير سهله. واسمعي هلا لما تشوفي منظرها وتذوقي طعمها، خليني بس ارجع احركها منيح. هلا هاي بدها تقعد بالثلاجه تقريبا 4 ساعات. اوكي ما راح تاخذ كثير وقت وراح تطلع طبقه جامده منظرها حلو. بدي ارجيهم كيف كمان هلا بس نزينها. طلعي كيف لونها لسه فيها اللمعه، شايفه كيف لسه فيها اللمعه حلوه. بدي اخذها على الثلاجه. خلينا نقيم هذا. بنحطها بالثلاجه تقريبا بدها 4 ساعات بالثلاجه. 4 ساعات وبتكون جاهزه. يا سلام نورجيهم الجاهزه. غشيتينا يا امتياز. لا هون حطيتي لنا تشوكلت بدل بسكوت. هون حطيت الكيكه. قلت لهم انا دائما مش بقول لك في انه بحب اعطيهم الخيارات. صح انا قلت لهم هون بيقدروا يستخدموا طبقه بسكوت، بيقدروا يستخدموا طبقه كيك، كيك عندهم قديم يفتفتوه يحطوا معه زي كيف عملنا مره بوحده من حلقاتنا الشوكولاته وحركناها فيها وحطيناها طبقه. طبق كله بزبط. اوكي يعني يا بتقدروا تعملوها زي طبقه التشيز كيك او بتقدروا البسكوت تبع التشيز كيك او بتقدروا تعملوها كيك طبقه. انا راح ازينها بالكاكاو لانه بحب طعمه. قلت لك الاشياء البيور هيك الصافيه وبهاي النكهه بالذات ما بدي ازيد شيء زياده. خلص هي ماخذه السلاسل الموجوده بالشوكولاته والنكهه القويه فما راح ازيد عليها ولا شيء. هيها رح اجي بس هيك على هاي. هو احلى شيء تتزين بالكاكاو. وانا بحب دائما اعطيهم افكار، يعني كثير استخدمنا اشياء بالتزيين بس اعتقد انه مش كل حدا بيعرف انه الكاكاو مش انه بس بنستخدمه جوا الحلويات، لا بنقدر كمان نستخدمه بالتزيين. التزيين وبيطلع نكهه، يعني انا بحسه بحسه بقوي النكهه، يعني عارفه كيف؟ صح. بيعزز نكهه الشوكليت او الدارك شوكليت اللي مستعملينها. تخيلتي هدول الثلاث مقادير يطلع معاكي هالقد يعني كيكه بهاي ال والشوكليت موس كثير الناس بحبوها. بتعرفي قد ايه بتقدري تشتريها من برا؟ صح مزبوط كثير مكلفه، يعني من 20 ل 25 دينار وهي هون كلفتنا تقريبا 7 دنانير، يعني شوفي قد ايه الكوست نزلناه. صح مزبوط. انتوا استخدموا واحد شوي اكبر من هذا عشان ما يغلبكم مثلي. ورح تزين لنا اياها بالفراوله. انا لما يكون عندي شوكليت بحب استخدم كثير اشياء من الفواكه للتزيين، تعرفيني.
يعني عشان ناخذ افكار جديده وقصص. روعه. هو دائما الشوكليت بظن بيجي معها البلوبري والستروبري اللعب بالالوان شيء كثير حلو. صح، فهيك انك ضلك تلعبي بالالوان وتميزيهم. يعني طلعي شو كلفتنا، شو اخذت منا وقت، وبينت زي لك انك جايبتيها من محل حلويات جاهزه وسعرها غالي طبعا. اكيد احنا بنقدر نعملها زي ما قلتي ب7 دنانير.